يلا بقى نشوف الباك ستيج. جلا وشحاتة اخباركم ايه؟ وحشتوني. وحشتينا يا استاذه لميس. اخباركم ايه؟ انا يعني توقعاتكم ابتدت تقلقني. الا ما فيها ما يا ربي مره صبتم. عايز اقول لحضرتك يا استاذه لميس ان بجد المتسابقين او قبل ما الحلقه بتبدا بيجوا يسالونا انتوا متوقعين مين يكسب عشان يطمنوا على نفسهم ان احنا يعني ان انتوا بره ده انتوا بقى مش عايزاكم تتوقعوا لاي حاجه تانية. انتوا خليكم كده، خليكم في توقعاتكم. طب النهارده توقعاتكم ايه؟ بس احنا فشلنا قبل كده فشل ذريع، بس المره دي انا درست الموضوع كويس بصراحه ومتوقعه لتوبادا علشان هم مشروع بيهتم بقطاع مهم جدا اللي هو قطاع السياحه، وبيسمح بقى للمرشدين السياحيين ان هم يشتغلوا، وبيسمح للاجانب والمصريين ان هم يتعرفوا على حاجات اكتر في البلد. فانا متوقعه توبادا بصراحه. انا شايف ديسكو بصراحه فكره ان انت فواتيرك تجيب لك فلوس، يعني محدش هيقول لأ للموضوع ده. كمان توبادا برضو من الشركات القوية جدا. أما كوليبري بقى هي سفنجة مفيش زيها في العالم، فأنا حاسس إن بجد كوليبري هم أكتر شركة ممكن تكسب النهاردة. هنشوف يعني هنشوف. أكيد الشركة الثالثة بقى هي الشركة الأكثر سعادة لأنها حاسة أنها هتكسب، بما أن أنتوا دايماً ما أصبتوش في ولا مرة. مش هتترهني معانا مرة يا أستاذة لميس؟ مش عارفة، ما بقلق أنا من الرهانات دي. بعدين رهاناتكم بقى سينما ومش عارفة، أنا عايزة رهان تقيل كده. بس حضرتك يا أستاذة لميس المرة اللي فاتت كنت بتشجعي جونو وكسبه، فتقريباً لو شجعتي حد هيكسب المرة دي. أنا عندي أي حاجة فيها ستات بشجعها على طول.